الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا استاذه دعاء هقول لك على السؤال اللي عندي، بس بعد ما اقفل جاوبوني. طيب حاضر، قولي. فضيلة الشيخ، انا ربنا كرمني يعني وما خلفتش وكده، ها، فانا كنت خدت ابن اختي مربياه، انا ربيته قعد معايا 22 سنه ابن اختك؟ وفتحت له مشروع وكده، ابن اختي وابن سيلفي يعني، انا واختي سلام، اه، فتحت له مشروع وكده، فهو يعني غدر بيا وسرقني في الفلوس، فجوزي طرده عند امه وابوه. انا كنت واخده منه بقى 4000 سلف بنيه ان انا اردهم، فجوزي دلوقتي بيقول لا انا مش هديهم له، سرقني، وانا خايفه عشان هم في رقبتي يعني. انا لو انا حوشتهم من ورا خايفة جوزي ايه؟ اديتهم خايفة لابني ايه؟ عشان هم في رقبتي، عشان واخدهم سلف. أنا مش سامعة، ممكن تعلولي يا الصوت؟ استاذه دعاء، انا اللي واخدهم سلف هيبقوا في رقبتي انا، هيبقوا معايا انا، أيوة، أنت واخداهم من جوزك سلف، من ابن اختي سلف. واخداهم من ابن أختها سلف؟ أه تمام. اللي انا مربيها وخدت فلوسي يعني. أه، هو فجوزي مين بقى اللي بيقول لي سرق؟ بقى، ما هو أنت واخدة فلوس منه سلف وهو سرق؟ بس هو خد مني، انا كنت فاتحه له مشروع وقال لي المشروع ده مش بتاعك ومش هتدخليه وكده سنترالي يعني، وخد الفلوس بقى وانا عامله سامحته وخلاص. فجوزي بقى بيقول لي ال 4000 دول هو مش هياخدهم عشان هو سرقني، وانا بقول له لا عشان انا واخدهم سلف. انا كنت واخدهم بنيه السلف يا استاذه دعاء، اه، وهو مش راضي يرجعهم جوزي للواد، وانا خايفه عشان هم في رقبتي. فهمت السؤال يا فضيلة الشيخ؟ طيب حاضر، الشيخ هيرد عليكي. نفس ال طيب حضرتك رد على التليفون ومعانا اتصال تاني. تاخد اتصال الاول. لا، خد رد عليه. نفس الموقف اللي هو الموقف الاندال اللي حضرتك بتحكي فيه، هي ما بتخلفش، ربت ولادها وربت ابن اختها وعملته وادته وصرفت عليه وعملت كل الكلام ده كله. طيب احنا عندنا هنا مسالتين، هو الولد سرق خالته، تمام كده؟ فده حينما فعل ذلك قد اثم على هذه الفعله، ركزي بقى معايا، هو خد اثم على ده، حكايه دي ادي واحد. وهي استلفت منه مبلغ بنيه القرض الحسن عشان ترجعه له تاني مزنوقه فيه. يبقى هنا دولك عمليتين مختلفتين، دي حاجه ودي حاجه. انت استلفتي سددي ما عليك، هو سرق يرد ما سرقه، انتاب الى الله سبحانه وتعالى. طب ما هو بس واحد سرق واحده وهي كانت سالفه منه، طب ما تشيل ده من ده. لا 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 لا، ما هو لما سرق خفيه، هي ما شافتش، ما ايوه تعرفش. انا بتكلم بمنطق، ككلام منطقي. انا دلوقتي كنت استلفت منك فلوس، من حد فلوس، والحد ده جه سرقني، فانا ارد له الفلوس ازاي وهو سرقني؟ الدين او الشرع عايز يفتح له باب التوبه. يعني ايه؟ يعني هي استلفت فرجعت، دي الامانه. هو بقى التاني مطلوب منه انه يتوب الى الله فيرد المال الحرام اللي اخده. طب لو هو مش عايز يرد المال الحرام اللي اخده واتخذ منه عنوه، نفس الحكاية، يبقى هو لم يقبل، لم يتب من الفعل، ولم يعترف بذنبه، ولم يرد المال مرة أخرى. أيوة، بس لها. هل تخليص الحقوق؟ لا، ما فيش حاجة اسمها تخليص حقوق في الشرع، ده اسمه ليه؟ أكل أموال الناس بالباطل. لا لا، هي تاكل أموال، هي استلفت منه وهو سرقها، فهي ترد له للي استلفته طالما هو سارقها. لا يا أستاذة دعاء، هو لما سرق في مشروع، في قصة، على وفق كلامها هي ان هو سرقها. هل احنا ما فحصناش القصة ماشية ازاي؟ مش عارفين ايه اللي دار، هو عمل المشروع منين، خد الفلوس منين، جابه ازاي، عمل ايه، ما نعرفش التفاصيل ايه. لكن احنا نعرف انه سرق، خلاص ده من كلامها، وبناء عليه سرق، يبقى هو باب التوبة قدامه مفتوح. والتوبة يتوب ازاي؟ ان يرجع لها فلوسها تاني بقى، هي استلفت فلوس، ترجع له الفلوس بتاعتها، لان الفلوس اللي هي سلفاها عندها هذا مال حلال بالنسبه لها، فاذا لم تسدده صار مالا حراما. هو لما سرق منها الفلوس صار مالا حراما حتى يكون حلالا، يبقى هي تسامح يا هو يرجعهم لها. حضرتك في يعني